لأنك بعد كده مش هتفهم حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. في طريقة تانية، طريقة تانية سمرايز الأكشن بتاعت البيسال جانجليا. بص دي الموتور، ودي موتور هنا سنسوري وفالاموس وريد نيوكليس، في كونكشن ما بين الاثنين، ماشي الكلام؟ دولت هيبعتوا لمين؟ هيبعتوا للانبوت بتاع البيزل جانجل. الانبوت بتاع البيزل جانجل دي مين؟ ديت و بيتام. دولت هيبعتوا لمين؟ الجلوبس باليدس اللي هو الاوتبوت، جلوبس باليدس صح؟ والجلوبس باليدس ده اتفقنا ان هم هيقوموا بعد لمين؟ للجماعه اللي خد منهم صح؟ اللي هيأثر عليهم، والناس دي هي اللي هتأثر على مين؟ انتيرو هورن سيلز بس، والنيوكليير اوف ذا كرينيال نيرف الموت. ودول هيروحوا لمين؟ للفاينل افكت بتاعتهم على المصري. سهله يا جماعه، شايفين الحركه؟ البيزر جانجل بس ادي موتور وفري موتور وخلاص، والريد نيوكلس في كونكشن ما بينهم مع بعض، والسنسوري دول هيقتلوا الكوديت والبيتامين. كوديت والبيتامين يدي للجلوبس بلدس، الجلوبس بلدس يدي للي هم كانوا واخدين منه خلاص، كل حاجه صار على بعض. بعد كده من فوق بقى هنا هيبقى في ينزل لك الانتيريور، في دايركت كونكشن ما بينهم، ما بين الانتيريور هورن سيلز وما بين البيزر جانجل ما فيش دايركت، يبقى دي بتاثر عن طريق الدايركت. هنا بقى طبعا اللي لخبطكم في الفسيولوجي يطلع لك بقى دوبامين انهبيتوري والسيروتونين انهبيتوري ومش عارف الجلوتامين جاما بيوتريك اسيد، جاما بيوتريك اسيد وسبستنس بي ستيمولاتوري. يعني دي ببساطه كانت ايه الليجن في البيزال جانجليا؟ البيزال جانجليا لو الكوديت نيوكليوس حصل فيها ليجن كوديت هتديك كوريا. ايه الكوريا دي؟ اسمها ايه؟ رقص. والنبي لما اكتب لك كوريا تكتب لي دعاء رقص؟ لا اكتبها مايكل جاكسون دانس. انا ما بضحكش، ده مايكل جاكسون دانس. الكوريا بيسموها مايكل جاكسون دانس. ليه؟ لان دي بتبقى في صدن جيركي violent involuntary movement non-repetitive sudden direct involuntary movement non-repetitive خلاص، وبالذات في الفيس وفي الاكستريميتيز خلاص، facial grimaces كده بتحصل. مش مايكل جاكسون كان بيقعد يعملها كده مش عارف ايه كده تلاقي نفسك واقف قدام عيان وسكت كده اسمها كورين خلاص. لو حصل في الكوديت، لو حصل في الجلوبس باليدس تديك اثيتوزيس. ايه الاثيتوزيس ده؟ ده بنسموه الانديان دانسينج. انديان دانسينج تلاقي البنت الهنديه طالعه تعمل لك كده كده ها صح كده بالراحه كده سلو سينيوس موفمنت. سلو سينيوس موفمنت يعني العيان ده رقص قدامك بس هو مش بيقعد ده وصله كامله يعني ها، مش بيقعد وصله كامله ومزقف له وكلام، هو يعمل كده سلو ما هو سهل كده بالراحه مش جامده ماشي. لو حصل في الساب سلامك نيوكلياس، السب سلامك نيوكليوس، سب سلامك نيوكليوس دي تديك الهيمي باليزماس او الباليزماس، هيمي باليزماس او الباليزماس.
ده بقى اللي هو الاورينتال دانس دانسينج. اورينتال ايه؟ دانس. الرقص المصري او التركي. ها؟ اللي هم بقى ايه بيرقصوا مين؟ بيرقصوا بالهيب وبيرقصوا بالشولدر. صح؟ بيحصل فيه موفمنت للبروكسيمال ماسكوليتشر اوف ذا اكستريميتيز. ده اسمه البروكسيمال ماسكوليتشر اوف ذا اكستريميتيز. ماشي؟ فهتلاقي حركه عامل كده. هيمي باليزباس لو اتاخدت نص البودي بس. باليزباس لو ايه؟ يبقى ده شغال ايه؟ سهير زكي ولا نجوى فؤاد. كده يا جماعه؟ لو حصل بقى ان السبستانشيا نيجرا بتاعتك دي راحت وسام تايمز تو ليس اكستند الكوديت والبيوتامين والانتيفورمي نيوكليوس ممكن يحصل فيه افكشن بس مينلي سبستانشيا نيجرا تديك الباركنسونيزم. الباركنسونيزم ده بقى اللي هو بيسموه شلل الرعاش. والباركنسونيزم هنا بيبقى فيه النوعين الاثنين اللي بيحصلوا في البيزال جانجليا ليجن في الماسل تون. بيبقى فيه حاجه اسمها هايبوتونيك وفي هايبرتونيك. الباركنسونيزم فيه الاثنين. الباركنسونيزم فيه تريمور. التريمور دي اللي هي على عكس السيريبيلا. التريمور دي ستاتيك تريمور وبتديسابير ديورينج سليب وديورينج الموفمنت. هو نايم تروح، لو جاي يعمل حركه تروح، على عكس السيريبيلا اللي بتبقى ايه انتنشن تريمور. خلاص انتنشن ايه تريمور. انما بتاع الباركنسونيزم بيبقى ستاتيك تريمور، بيبقى فيه ريجيديتي وسباستيستي. Rigidity was spasticity. إذا الاسباستيستي جت في الابسنس اوف ذا تريمور انت ممكن تتغلب على الاسباستيستي دي فيري سلولي وبتعمل يعني حاجه اسمها البلاستيك ويل او بلاستيك بايب سباستيستي. ليد بايب. يعني او ليد بايب. خلاص ليد بايب اللي انت بتتني حاجه بلاستيك. ايه. انما لو التريمور موجوده كانك بتزق ترسين اتنين معصلجين مع بعض. عارفين التروس؟ الكلاس كوكويل. كلاس نايف. لا اسمها ايه الكوكويل سباستيس. كوكويل. كوكويل سباستيس. كوكويل ده اللي هو ايه الترس. خلاص التروس ايه معصلجه مع بعض. تلاقي وانت في تريمر موجوده كده. ماشي كده. مش انت بتبني بالراحه. لا اهو. كل مرة تعدي سن التاس بيبقى عنده هايبوكاينيزيا أو إيكاينيزيا. عيان بتاع الباركنسونيزم is difficulty to initiate movement أو حتى inability to initiate movement. يا نهار أبيض أنا لسه هقوم. هو مش بيقول كده يا عيني، هو مش قادر يقوم، كان نايم على طول قاعد لأن عنده هايبوكاينيزيا أو إيكاينيزيا مش قادر يتحرك. ماسكت فيس اكسبريشنليس وشه كده متجهم على طول. العيان بيقف على وايد بيس ويز ستوبرينج مايل كده قدام شويه. لوس اوف ذا سوينجينج ديورينج موفمنت زائد فليكشن اوف ذا ليمبس. العيان بيبقى فليكسد كده وكتفته نازله وعامل لقدام كده وعمال يعمل كده، ما يقدرش يمشي كويس فبياخد شورت ديستانس وهو ماشي، حتى ممكن يجري عشان ما يقعش. خلاص مع ستاجرين كده او بيتشفلين كده كده وهو ماشي كده ممكن عشان هيقع، فبيحاول يلحق نفسه ايه قبل ما يقع. ده العيان بتاع مين؟ الباركنسون. طبعا في كذا نوع من الباركنسونيزم، وممكن أفضل إنكيفاليتس ممكن بسبب دراكس، ممكن يبقى بسبب الأثيروسكليروز. دي بالنسبة للبيزر جانب. جون كم باقي ساكن؟
اخر حاجه الحاج اللي احنا بنكرهه جدا وعمالين نجيب في سيرته وهنروح النار بسببه الحاج طلق. ولكن والله ده راجل مهم، يعني هم الناس المهمين دايما كده بتاخد على راسها، يعني ايه ما تبقاش راس عشان ما تنجحش الراس. فطلق بتاعنا ده راجل مهم قوي، طلع راجل مهم جدا ومحترم جدا، واحنا ازينه بالكلام عشان هو بنقول ان لازم كل السنسيشن تعدي عليه قبل ما تطلع للسريبرال كورتس. هو بيعمل انتجريشن، هو مش حب في السيطره، ده بيظبط خلاص، بيعمل انتجريشن لكل السنسيشن فيسترال او سوماتيك سنسيشن اللي بتوصل للبطن، وبيجمعها مع بعض ويوصل دي هنا ويوصل دي هنا ويوصل دي هنا، يعني مالتي داتا بروسيسور خلاص، مالتي داتا بروسيسور مش اي كلام، ولا ابل ولا مايكروسوفت ولا الكلام الفارغ ده، دول هتضربوا لو الحاجات اللي عندنا دي راحت لهم مش هيعرفوا يتصرفوا فيها. مين اللي بيتصرف فيها كويس؟ الراجل الغلبان ده اللي اسمه الكارلس. اوفال شيب ستراكشر موجود في الداين كيفالون، وبيبقى في كونكشن ما بين الاثنين عن طريق حاجه اسمها انتر سلام كونكشن، والكافيتي اللي ما بين الاثنين سميناها الثيرد ايه؟ فنتر. ثرمز ده يحتوي على نيوكليات كثيره جدا، ولذلك بيتقسم الى في باندل اوف فايبرز، تقسم ثرمز الى ثلاثه بارت، انترنال ميدالا لامينا فايبر كده وايت فايبر اسمها انترنال ميدالا لامينا، تقسم شكل حرف الواي شيب، تقسم الثالاموس الى ثلاثه بارتس، انتيرو وميديال ولاتر. ماشي الكلام؟ ادي انتيرو بارت، ادي ميديال بارت، عفوا ده ميديال بارت، ده هيبقى عباره عن مين؟ لاترال بارت. اللاترال بارت يتقسم بعد كده الى دورسال وفنترال وبوستيريو. دورسال وفنترال وبوستيريو. الدورسال فيه اثنين، دورسال لاترال وبوستيريور لاترال. الفنترال بيتقسم لثلاثه، فنترال انتيرور وفنترال لاترال وفنترال بوستيريور. والفنترال بوستيريور دي فاكرين كان عندك BLVNT وBMVNT، هم دول. البوسترولاترال او الفنترال بوستيرور بتتقسم الى اثنين، BLV وBMV. بوستروميديال فنترال نيوكليس وبوسترولاترال فنترال نيوكليس، ودي بنسميها فنترال انتيرور ودي بنسميها فنترال لاترال، دي بنسميها دورسال لاترال ودي بنسميها بوستيرو لاترال. دي في مين؟ في اللاترال بارت. الحته البوستيرو اللي ورا خالص دي اسمها البولفينا، والبولفينا دي متعلق فيه اثنين بودز كده، ده هيبقى عباره عن حاجه اسمها ميديال جينيكيولوت بودي، ودي هتبقى عباره عن لاترال جينيكيولوت بودي. خلينا نخلص من الاثنين الحلوين الصغيرين دول، ميديال جينيكيولوت بودي في الاوديتوري باسكوي. ام ميوزك، ام ايه؟ ميوزك، ام الميوزك للاوديشن، والال لللايت، واللايت ده فيجن. البولفينر ده مالتي بروسيسور داتا خلاص، ده يعني بيجمع كل انتجريت
السنسيشن كلها مع بعض. انتيرور سلامه نيورونز الكونكشن بتاعتها سهله قوي. هو في نيوكليات ثانيه بس ايه خلينا في المهمين. الانتيرور سلامه نيوكليس تعتبر كجزء من الليمبك سيستم، ليها كونكشن مع الهايبوثالاموس والسنجوليت جايروس، ليها كونكشن مع الثالاموس ما هي ثالاموس كونكشن مع الهايبوثالاموس وكونكشن مع السنجوليت جايروس وكونكشن مع الماميلر بودي، بتجي لها حاجه اسمها مامارو سلامك تراكس. ده ليمبك سيستم ودي هتبقى كونسيرند ويز ميموري مع الايموشنال بيهافير. تخيل بقى كنا فاكرين الثالاموس ده اي كلام، طلع راجل مهم قوي اهو، حته ليمبك سيستم والايموشن والبيهافير والميموري والانتيرور. هنا الحته البوستيرور دي الكونكشن بتاعتها مش معروفه قوي، وممكن يقول لك ان هي كونكتد للبريفرونتال اريا. تعال على الفنترال انتيرور والفنترال لاترال. انا برضو مش هدخل بالتفاصيل الجامده، انا ماشي كده والله بالراحه خلاص، مش عايز اعقد الدنيا. يقول لك كده النون، ممكن يقول لك ان هي بتروح للايه للبريفرونتال اريا، هي والنيوكليس ميدياليس للبريفرونتال اريا. الفنترال انتيرور والفنترال لاترال الاثنين دول ليهم موتور افكت. موتور افكت يعني ايه موتور افكت؟ اللي قدام دي تبقى كونكتد مع الاريا 4 والاريا 6 خلاص والبريفرونتال اريا، اللي ورا دي بتبقى كونكتد مع السيريبيلم وكونكتد مع الريت نيوكليوس، وبعد كده تطلع للبريفرونتال اريا والفرونتال كورتكس. يعني دي بيجي لها من الديفرنت سلامك نيوكليوي وتطلع للاريا 4 و6، دي بيجي لها من الثالاموس والريت نيوكليوس وتطلع من الاريا 4 والاريا 6. سلام عليكم. ولا كنترول ولا ريموت. روح مونتنش خلاص يا شباب. المهمين بقى مين قوي قوي في الثالاموس؟ بي ام في والبي ال في، صح الكلام؟ لو فاكرين كان في عندك بي ام في ان تي، دي هتريسيف ايه؟ الله يسلمك تراي جيمينال لمينيسكس والجاستاتوري. خلاص والايه والجستاتوري. البي ال بي ان تي هتوصل لها مين؟ سباينال اند ميديال لمينيسكس. كفايه علينا حلوه قوي. في نيوكلياس قدام كده ثانيه على شكل نيوكلياس. هنا بقى الانترنال لامينا دي فيها انترنال لاميلر نيوكلياس. هذه الانترنال لاميلر نيوكلياي اللي موجوده جوه الانترنال ميدلري لامينا دي مهمه جدا على فكره، ليها كونكشن مع الريتيكولار فورميشن ودي بتأفكت الليفل اوف ذا كونشسنس اوف ذا انديفيديوال. لان هي كونكتد مع مين؟ مع الريتيكولار فورميشن، واحنا اتفقنا الريتيكولار فورميشن دي بتأفكت الايه؟ الليفل اوف ذا كونشسنس. ده ببساطه شديده طبعا، يعني ايه ستارز النيوكلياي كونكشن بتاعته يعني فيري ديفيكالت وكومبليكيتد. احنا مش هنطلع ناس بتوع نيورو اناتومي، حلو قوي ان احنا نعرف بي ام بي وبي ال بي والانتيرو سلامك نيوكليار، وقلنا دي وقلنا دولت ليهم موتور افكت، دولت انون ودولت برضه انون. الميديال جينيكليت واللاترال جينيكليت الميوزك واللايت والبولفينا دي مالتي داتا بروسيسور. لو حصل في ليجن يحصل لك ايه؟ سلامك سندروم. سلامك سندروم دي بيحصل فيه اول حاجه هايبرسيزيا، بيحصل في الستيموليشنز بتاع الريسيفنج بتاعت البين بتبقى فيري هاي، بتبقى فيري سنسيتيف تو ذا بين، بعد كده بيحصل في كومبليت ايه انستيزيا. لان احنا اتفقنا ان البين وتمبريتشر الابريشيشن اوف ذا بين وتمبريتشر بتحصل عند الليفل اوف ذا ايه خلاص. وشكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين وطولنا عليكم ورحمنا، ما رحمناش عليكم قوي.
لا لا والله ما رخم لا بقول لك لا ولا رخم لا ما رخمناش عليكم قوي يعني. فربنا يسهل ان شاء الله وكل دكاترة من عظماء الطب وجهها فيزة الطب في المملكة السعودية المملكة العربية السعودية مش بس في سلطات كمان يعني عناوين مشرفة لبلادكم. الدنيا صغيرة والطب برانش واحد. فيعني اذا كنا النهاردة معاكم وهنسيبكم السنة الجاية ان شاء الله لو ربنا عوم هنرجع عين شمس القاهرة. هنلاقيكم ممكن في عين شمس جايين كده بوست جراديت يا دكتور انا جاي اسجل دكتوراه ده انت كنت بتديني في المطبرة في سنة ثالثة وجاي اسجل ماجستير ممكن تلاقيني في المستشفى جنبك في دكتور مثلا ولا عيان وانت جاي تعالجني مش مشكلة يعني. ربنا يوفقكم ان شاء الله وسامحونا اذا كنا طولنا عليكم او قلصنا عليكم سنة ثانية وسنة ثالثة وصلنا.